التليفون. حلوة طيب نفسي. لا حلوة طيب يلا هلا نص ساعة يلا باي. شو نص بك ساعة عندي تصوير مطرفل عندك جاي؟ تصوير؟ هلأ عندك تصوير انت؟ لا جاي حدا محلي هلأ حيصور وعندي تصوير انا بغير مطرح. عم تمزح معي خيي؟ ايه شو هيك ما في يكفي معك شغل بالطريقة. ايه حكيوني من احمر الخط العريض. شو بدك تروح تدق باحمر الخط؟ لا اولا دافعين لي اكتر. ايه دافعين لي 25,000 مش 20,000. اول شيء ما تضحك لانه شيء بيضحك. 5000 ليرة بدك تغير أكيد. برنامج؟ تاني شيء رايح انا انه رايح بصفتي متردد يعني بيكتبوا لي نص بقعد ورا البرداية وبحكي. رايح كمتردد؟ يعني مثلا بوقف ورا البرداية بقرا النص وبغير صوتي شوي هيك؟ كيف؟ ايه ايه شو بتقرا مثلا؟ لا ما ضروري خبرك بدك تصير هلا تستلم لي وهيك بيغتصبون وكذا وهيك. ايه يعني مرة اغتصبوني وهيك هيك تعمل صوتك؟ هي مش مكنة هي؟ لا مش مكنة. مش مكنة؟ يلا خلص فعلي؟ مطرفل. طب بسلم عليك 25,000 على هلا هيك؟ لا لا خلص جورج خلص مطرفل. حبك سحاب حبيبي. يلا باي. سلم عمالك اكيد. يلا تحية لرابع زياد. مساء الخير مشاهدينا. مساء الخير زياد وين نور. جورج فل هيك خليته يفل على 5000 ليرة. طب شو يعني ما في بجي انه انا بفضل انت تفله وهو يبقى. بعرف انت شو بتفضلي. انه ليه ما مش الحق ما طلبوني كمتردد هونيك. بتروح اذا طلبوك ولا منشوف انا بحكي لك مع مالك برك. اهم شيء يحطوا لك انت موزايك قدام وجهك لحتى ما يبين. خليني رحب بضيوفي طبعا المشاهدين وبضيفنا الليله. اللي بيميز ضيفنا الليله انه عنده ستيلو على قول زياد الرحباني، بس هالستيل الخاص مش بس بالاغاني كمان باللباس والاداء على المسرح. بيغيب فترات وبيرجع بقوه، والليله بيسعدنا وبيشرفنا انه نرحب وبقوه بالفنان علاء زلزلي. علاء من اول مره شفتك يا حبي. من بعد ما زلزل المسارح لسنوات طويله ودخل قلوب الملايين بابتسامته واسلوبه الغنائي الفريد وملابسه المميزه، غاب علاء زلزل ليبقى الجمهور العربي دايما على موعد العوده القريبه بكل لهفه. فهل من عند رابعه رح يطمنا علاء زلزل الليله بخبر العوده؟ بدك تدلع على دلعونا، لازم تتعلم سحرة وفنونا. يا زلمة وينك؟ وينك يا علاء؟ شي مساء الخير مساء النور ومساء كل المشاهدين، مساء الشباب، سعد مساك زياد ومساء الشباب كلهم. ويني هون هلا مع رابعة هلا هون. بس عن جد الناس كلها عم تسأل وين علاء زلزلة؟ نحن عم نحضر للحلقة عم يسألوني مين ضيفك علاء؟ يي وينه؟ يي عن جد يي؟ انه عرفت الناس في احلى منا هاي؟ لا في احلى منا انه يسألوا عني يقولوا وينه؟ هلا انا ما بدي فوت بكثير نقاش، يمكن معهم حق احيانا. انا يعني اللي متابع مسيرتي الفنية بيعرف انه انا بغيب كثير، يعني كل سنتين وشوي لنزل عمل، صح المرة لا طولت هالمرة طولت بس لأقول لك ليش بعدين أنا... الأحلى منها أنه الناس يضلون يشوفوك ما هيك؟ صح. بالنسبة للفنان صح، بس صار عندنا نحن بوضعنا ربع وضع كتير أنه دقيق للفنان لحافظ على يعني النجومية اللي أعطاني إياها رب العالمين وحب الناس اللي وصلوني لهالمرحلة هاي لحافظ عليها وضل بمكان. أكيد في اجتهاد أكيد، بس لتحافظي على هيدي المكانة لازم يكون مدروس كل شيء. يعني أنا بفضل دايما أنه علاء زلزلي بيغيب يمكن بلش بسكة جديدة مثل ما بقولوا، مش كتير جديدة مشان ما تنفهم لأنه ما شاء الله عنا دغري نحن بيفهموا الكلام غلط، مش أنه أنه أنا مكتشف لا، بس بمشي بطريق جديد باسلوب جديد كموسيقى، بحاول اني اغير شوي ضيف شوي غير النمط اللي بيكون موجود. غير بنمطك انت بنمط يعني لا بنمط الاغنيه اللي بدي اغنيها، مثل وقت اللي عملنا الدلعونه مثلا. الدلعونه مثلا انه
اغنيه فولكلور كل العالم بتغنيها وكل العالم بتعرفها. بس علاء عم تهرب من الاجابه، بس يعني سؤالي يعني مباشر وانت فهمان علي وعم تضحك. صدقيني لا والله عم تغيب على ايه، بس ما عم بقول لك انا مش هي الاسباب الحقيقيه، مش بمعنى تقصير منك، لا ظروف، لا لا عامة، ظروف خاصة، لأنه اللي بغيب كمان ما بيفقد محله؟ لا لا لك شيء، لا الحمد لله ومرات بيصير صعب عليه هو يرجع. لا الحمد لله، بهذا الشيء أنا مطمن أول شيء. ثانيا أنا مطرب مهرجانات أكثر. مش حنقول إنه شو كان في إنه والله هذا لقب أو ما لقب، لا، بس كانت العالم كلها والعالم كلها ما زالت بتعرف مطرب مهرجانات أكثر. الظروف احيانا ما بتساعد، مش الظروف لا سمح الله، ظروف الانتاجيه مثل ما بعض بياخذ، بالعكس لانه نحن عم ننتج وحتى بدون شركه انتاج. الظروف اللي بتكون على مستوى العالم العربي، الوضع هلا بتقولي لي بدك تقولي لي في غيرك من الفنانين عم بيكملوا 100%، صح، بس مش انا، مش لانه انا ماني احسن منهم. ليه مش انت؟ انا عندي سيستم معين. انت بتتاثر بالوضع السياسي ايه، بتاثر ببلدي كمان اكثر. يعني مثلا انا وقت 2005 كنت عامل اخر البوم، ما خليني بس خبرك، ب 2000 غنيت ولا بيجيكي بالشو اسمه بالكلام، بال 2005 نزلت اخر البوم كان لي جسوي ملاد عجليتار. صار وقتها بال 2005 كنا بنعرف استشهاد الرئيس الحديد، صحيح. طيب جينا بقى نزل 2006 كان العدوان الاسرائيلي على لبنان، صحيح. بال 2007 كان في مشاكل اللي صارت مجازر النهر البارد وغيره وغير. رجعنا نزلنا هيدي الحرب الثالثة وراكي وراكي، حاولنا نعمل حرب بس على اسلوبنا، انه حرب فيها هيك حب وعشق ورا بعضهم، صرت نزلهم انا انه صرت نزل سينجل سينجل كل فتره فتره. بدك تقولي لي بالوطني؟ لا ما بالوطني انا غنيت للمقاومه، غنيت للشهداء بلبنان، وغنيت طبعا اكيد هذا ما في ما غني للاستقلال وللجيش اللبناني لانه سيجنا وللمنتخب. لحظة ولحظة للمنتخب هلا ما نجي على سؤال المنتخب، وغنيت هالغنية بنسمعها سوا. روحك ما بتغيب عن شعب اللي بيحبك يا رفيق العمر الحبيب، على الوعد نكمل دربك، انت معنى الحرية وعنوان الإنسانية وبالوحدة الوطنية، على الوعد نكمل دربك. ما بالغيب عن شعب اللي بيحبك ويا رفيق العمر الحبيب، عالوعد نكمل دربك، انت معنى الحرية وعنوان الإنسانية وبالوحدة الوطنية، عالوعد نكمل دربك. شو بتحس لما تسمع هالغنية؟ بعدك بتلاقي حالك فيها علاء؟ بلاقي حالي فيها كيف؟ يعني أنا بنبسط إني عملت أغنية ناجحة، أغنية وطنية ناجحة، ما حدا بيقدر ينكر انه هيدي الاغنيه ما ضل تليفون منحط طبعا، ما ضل يمكن مناسبه، حولت لنشيد لتيار المستقبل. أي يعني هذا انجاز يعتبر زياده. بينقال انه علاء زلزلي، يعني ما كثير الناس بتتذكر انه علاء. اي لا انا كنت عم بقول لك انه انا انه ما بدي اقعد ما بحط انه والله انه لا لازم اقوله، هلا ما اعطوني حقي، يمكن ما قالوا، ما عندي مشكله، انا وقت بغني للمناسبه، واذا قالوا عرفتي كيف مشكورين بالنسبه لي. انا بهمني اني كنت اعمل اغنيه ناجحه كرم شخص شهيد للبنان بيستاهل انه يتكرم باغنيه، وانا عملت نفس الشيء، عملت للمقاومه وعملت اغنيه وقت حرب تموز للمقاومه ولسيد حسن تبع اكيد يعني، وحبيت اني كرم المقاومه باغنيه كذلك. انا كل وقفه وطنيه كنت عم حاول شارك، حتى غنيت انا ضد الطائفيه، يعني ما بعرف اذا هول ما بيشوفون عنا نحن احيانا انه يمكن المطرب الوحيد اللي غنى اغنيه ضد الطائفيه اسمها لال الطائفية، وعملوا بلا نسمع شيء منها اليوم، لأن هيك نذكر حالنا دايما بلبنان انه ما بدنا طائفية. بس بدي ارجع شوي للمنتخب لانه كثير حلو، هلا كل اللبنانية عايشين هيدي القصة وعنا امل دايما بهالمنتخب اللي رفع لنا راسنا ان شاء الله. طب نسمع شيء منها هيك تحية للمنتخب اللبناني. يلا. لبنان رجعنا اسود الملاعب، شعبك والارزي واحد عشر لاعب، لبنان رجعنا اسود الملاعب، شعبك والارزي واحد عشر لاعب، وبالعلم لبنان نزلنا لعبنا توحدنا ونزلنا، نحن اللي الدنيا بتنطرنا بالمصاعب. لبنان رجعنا اسود من بعض
بسمع كثير منك الليلة، وقبل الأسئلة السريعة بديك تطلع بالكاميرا توجه كلمة لشخصية لجهة سياسية عامة أو خاصة اللي بدك إياه. أنا بطلب من كل السياسيين بما أنه هلا مدعوين لطاولة الحوار أنه عن جد يكونوا من بتنازلات، مش مشكلة فيها هاي القصة إذا كرامة شعبهم، إذا بحبوا هالوطن وبحبوا هالشعب. فبتمنى أنه يا رب يجتمعوا، بدي وجههم إياها بأغنية إذا بتسمحي لي. شبكنا إيدينا وتحدد حدينا وما يوم حنينا نحن اللبنانيين، قوتنا بوحدتنا وبالعالي كلمتنا منقولا لو متنا للطائفيين، تحدينا قدرنا علينا وعمرنا قاومنا وحررنا الأرض ومن آلامنا كتبنا عالمنا بال الطائفين بال الطائفين. صوتك لصوتك للطائفية إن شاء الله يا رب. عم نحكي عن الناس، عم نحكي عن المعجبين، في معجبة بدها تقدم لك يعني تعبر لك عن محبتها علاء، مشكورة وعن مشكورة دعمهم الدايم لإلك. بونسوار. بونسوار. هيدي لعلاء ولا لإلي؟ ميرسي. هيدي لأستاذ علاء. ميرسي لإلك، شكرا. شكرا كثير لإلك. هيدي هيك أحطناك بالورود حتى ترتاح أكثر وأكثر. ما في إلا أنا ما بحياتي طلع لي شيء من هالبرنامج. أنت ما بيطلع لك شيء زياد. لأنه أنت الورود كلها يا زياد. تسلم. حكي ما بيجيني إلا حكي. منيح الاحيان واحد مش عم يحصل عليه الحكي كمان. محل الاسئله السريعه علاء، بدنا نذكر هيك الناس شوي بريبرتوار الحلو، الاغاني اللي كلهم هيك تيجي على بالك تسمعي حبوها، بدنا نسمع منهم مقاطع. يلا. احلى عيون. عيونك احلى عيون، سحرت كل عيون، عيونك احلى عيون، سحرت كل عيون، يا شمس غيبي هاي هاي، شمسك حبيبي هاي هاي، يا شمس غيبي هاي هاي، شمسك حبيبي حتنور، حتنور عالكون، عيونك أحلى عيون، سحرت كل عيون، يا شمس غيبي هاي هاي، شمسك حبيبي حتنور، حتنور عالكون. تقبرني شو بعمل تتصدق اني حبيبي لو محرمني، شو بعمل تتصدق اني حبيبي لو محرمني، ولو ما حبك مالي وعود، تقبرني لو ما وعودك مالي وجود، وجودك مالي ورود، تقبرني لو مورودك مالي جنة، تقبرني. شكل الحلو. يمكن وداك القدر ترمي على قلب الفجر، ويمكن على بالك خطر تكوني لعيون النظر، يمكن وداك القدر ترمي على قلب الفجر، ويمكن على بالك خطر تكوني لعيون النظر، ما بعين الشكل الحلو شايف أكثر من حلو، ولبالي حبك انتي زرعة بالقلب سكنتي، يا ما يا ما اللون الأسمر جن من اللون الأشقر، ما بسهر لو معيوني إن خلوني يسهر، يا سلام يا سلام يا سلام، حبك بدو كون مجنون 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 هالعيون. حلو. آخر غنية لو بدك غيرة غازلي. لو بدك غيرة غازلي، ساحات الحب نازلي، برميكي أواب جوزين سهم، برميكي أواب جوزين سهم، من عيوني وبعمل زلزال
علاء يسلم هالتم ترتاح شوي هلا لنرجع هيك تكمل حديث. حكينا عن السياسة وبنعرف قد ايه اهتمامك بالسياسة، ضيفنا ماخذته السياسة وغرقان فيها وبالإعلام السياسي، أنت تزوجت هو الظاهر ناسي بسبب هالموضوع حياته الشخصية. سوا بنستقبل الإعلامي عباس ظاهر. الإعلامي عباس ظاهر ما عنده وقت يضيعه لأنه ببساطة بضل مشغول، وبين إدارة الأخبار والبرامج السياسية بالان بي ان ما عاد عنده وقت للحب، فهل بعد هيدا كله بعده عازم النية على الزواج؟ خلونا نسأل الظاهر عن ما خفي بالباطن. اهلا وسهلا فيك، والله اشتقنا لك. والله كنا زملاء بالان بي ان عباس، وما زلنا زملاء بالاعلام. زملاء كنا بنفس المؤسسه. نحن بنحكي اكيد دايما. بس انت وعلاء قد ايه لكم ما شفتوا بعض؟ 2009. لا سنه 2010. ليه افترقتوا هالقد؟ ما في سبب، ما بعرف هيك. شو يا علاء؟ انا اخذني شغل بالاعلام بس ما بعرف هو شو اخذه. بكل شيء يعني شو حلو هالجامعة، بشكرك عن جد. رابع اليوم إن جمعتيني بصديق من أعز أصدقائي. على فكرة كتير بعزك، بحبه كتير من كل قلبي. لا صديق عزيز وغالي، مش حنجامل بعضنا إياه اليوم على الهوا. يمكن أحيانا ظروف ما بيقول. بعضكم بالسياسة؟ إيه طبعا أكيد. طب 100%. عباس أنت مدير الأخبار والبرامج السياسية بالان بي ان، بتقول انك تفصل بين مسؤوليتك كمدير وبين مسؤوليتك كمقدم برامج، كيف يعني؟ وقد ايه ولا مرة مثلا عبالك كانت تتمرد على حالك؟ لا، بمعنى بفصل انا لانه عالم الادارة انا ما بحبه كثير، بس بما انه ادارة اعلامية فبتقبله. دائما بوضع نفسي انه ممكن ما اكون بمدير، بس انا دائما اعلامي، لاجل هيك بقدم صورة الاعلامي، بحرص على انه اكون فاصلها كليا وبتاتا. كيف بدك تكون فاصلها كليا عباس؟ عمل الاعلامي انا بنسى حالي بالبرنامج انه انا مدير اخبار او برامج سياسيه، بنسى انه انا يعني المدير وبتعامل مع فريق العمل. بنتقد حالك كمدير؟ بنتقد حالي وبتقبل النقد بشكل كتير كبير. يعني اذا شي يوم اي حدا وجه لي نقد باخذه بعين الاعتبار. طب قد ايه كاعلامي بتستفيد من صلاحياتك او منصبك كمدير؟ طبعا بستفيد كتير لانه بقدم عندك تسهيلات. برنامجين عندك. صحيح. من دمشق اخر كلام، وبتطل ببرنامج صباحي احيانا. يعني اذا بدنا نقول البرامج السياسيه بالان بي ان، بنقول اكثر وجه بارز هو عباس ظاهر. صحيح. هلا انا ثلاثه اخر كلام هو اكثر برنامج، ومؤخرا من سنه تقريبا الازمه السوريه من دمشق نهار الجمعه. هن اكثر برنامجين، يمكن من دمشق عم ياخذ مني وقت اكثر لانه بطلع على سوريا اسبوعيا، ولبنان اخف شوي لانه في تسهيلات اكثر بتكون بسوريا لانه ازمه وكذا، بكون في صعوبات. بنعرف انه عباس ظاهر انه بحب الجنس اللطيف، ما هيك علاء؟ هذا اللي انا بعرفه عنه. انت شو بتعرف؟ بحبه بينحب عبد. يمكن قد ما بحب ما تجوز. فما عندك هلا علاء طلع مجوز زياد جيبه. قد ما بحب الجنس اللطيف ما تجوز. مش لانه قد ما بحبهم ما تجوز. معناتها انت ما بتحب الجنس اللطيف. هلا انا لك شيء. ما كنت عارف هيك قبل ما تجوزت انه رح المنع من اشياء. انا انطلاقا من مثل ما متت ما شفت مين مات. شو رايك علاء؟ بعدين اللي خبرك شغلي، علاء حرضني انا من فتره، من زمانات حرضني على عدم الارتباط. كان يحرضني على عدم الارتباط. كنت اساله انه ليش انت تاخرت، بس رجعت لقيت انه العائله شغله كثير محبه. خلص رجعت لقيت عباس انه العائله كثير حلوه. بعدين انت عباس يعني محبوب، مش مثل ما بقول زياد هو بينحب، مش بس بيحب الجنس اللطيف بينحب كمان. هيك ما بعرف. ما شاء الله عليه يعني. لا بس ان شاء الله سالكين على الطريق ان شاء الله. خلص سالك خلص في شيء يعني هيك بنظل غير. انا سالوني قبل قلت له لا حان الوقت يعني خلص. طيب غني لك هلا شيء زلغوه هيك بزفك يعني علاء الليله ممكن ان شاء الله. بركي مين سعيد الحظ قريبا؟ لا مش موضوع مين وما مين، موضوع عم بحكي من حيث المبدا. بلش يفكر هو فكرت السياسه الاعلامي. ان شاء الله بنكون من الوسط الاجتماعي نفسه. اسئله سريعه جاوب، مستعد مش مستعد؟ ترشح لمنصب سياسي نيابي عفوا. غير مستعد. غير مستعد. وقف على الطابق ال15 وتطلع لتحت دائما. لا
انه اشاهد دائما اشاهد، ولكن اكثر غير مستعد. انت عندك فوبيا شيء من لا 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 ابدا. اوكي. اتزوج امراه انا على علاقه جنسيه معها. انا اتزوج من احب. حتى لو كان في من ما في مشكل. انتقل لمحطه غير الام بي ان، مستعد او غير مستعد؟ مثل اي اعلامي واردي باي لحظه. حسب الظروف. باي شروط؟ والفرص. والعروض. بالشروط والعروض. صح. هلا عطانا احتمال عباس انه في شيء قريب. ايه ممكن انت تزفه بعرسه بالرئيس. هذا اكيد. فشو ممكن تغني له؟ من اول مره شفتك يا حبي مثل الغزالي عم تمشي بدربي، مدري من الفرحه عم يرقص قلبي ولا عم يرقص عاد العونه. او بدك تدلع على دلعونا، لازم تتعلم سحرة وجنونا، هيدي الدلعونا نغمي قديمة، وشو رقص عليا شو رقصونا، ولك مشيت تتمايل من ميل الميلة، ولعيت النار بقلبي يا ويلي، وبدي غني لك عيني سميتك عشقي وحياتي، وانت اللي بحبك حتى ما ماتي، لا تشوفي حالك حبوك تلاتي، قلبي وعيوني وعقلي المجنون، ولك بنزل عالساحة وبهزك تامي، وكنت تحبيني ومني ما تخافي، حبي بلغيهم من حياتي كأنه بعدنا معكم مشاهدينا، بعدنا مع علاء زلزلي وعباس ظاهر، ولأنه الليلة سهرتنا غير، ضيفتنا اللي رح نستقبلها حضورها غير، جمالها وشكلها غير، وصباحها غير، سوا منستقبل الإعلامية ميراي عيد. عشر سنة بالعمل الإذاعي، وبعدها ميراي عيد بكل نشاط بتوعى لتصبح على المستمعين وتتمني لهم صباح غير شكل. ميراي عيد حولت لقب أجمل إعلامية لأفضل إعلامية، فهل الجمال صار صفة بتخوف بعالم الإعلام اليوم؟ ميراي عيد أهلا وسهلا فيك، صباحك غير. ومساك غير رابعة. مرسي. عدلتي لقب أجمل إعلامية عربية لأفضل إعلامية عربية، ليه؟ مش كتير أنا هذا اللقب اللي حست عليه. مزبوط بال2012، لأنه أنا ما كتير بتكل على جمال الشكل الخارجي وما بيعني لي قد ما بحب المضمون، يعني 16 سنة من كفاح وعمل متواصل وفيقة بكير، يقولوا لي قد إيه أنت شاطرة، أفضل ما يقولوا لي قد إيه أنت حلوة. ما بتهمك الكاميرا؟ ما كتير أبدا. الصوت له تأثير اليوم بعصرنا أكثر من الصورة؟ تنكون كتير صريحين، نحن بعصر صورة، يعني الناس بتشدها صورة أكثر، بس أنا بقول لهم دايما الكلمة الأساس والراديو ولا ممكن حدا يستغني عنه، بتقري جريدة، بتشوفي تلفزيون، عصر إنترنت، عصر تكنولوجيا، أوكي، بس اللي بسياراتهم ولا ممكن يستغنوا عنا، فأنا برأيي يعني أنا دايما بقول لهم ملعب الراديو وحب الأول والأخير وما بستغني عنه، الكاميرا حلوة للي بحبوها
حلوه للي عندهم هاجس يطلعوا على التلفزيون، مش لالي انا ما بحبها ابدا. يعني هلا لو اجاكي عرض ما ما بكذب انه كثير بيجيني عروض بتطلعوا فيه بيقولوا لي لا انه شكلك للتلفزيون وليه بتضلك ورا الميكروفون. دائما في معتقد انه مذيعة الراديو بشعه، فبس يطلعوا معي تبميري كسرت القعده طلعي تلفزيون انا ما بحبها، يعني بكون انا على الراديو هلا مرتاحه اكثر بكثير. طب شو قصه النكات اللي بتدخليها هيك؟ هيدي جديد يعني، هيدي هيك جربت يكون الصباح غير كمان من النكات؟ طلعت قفشه هيك مع حدا بطريقه مهضومه، حبيتها انه الناس زهقانين من الفقر من التعتير من العجقة السير الاوضاع الامنيه اخبار السياسه اللي بتقرف وانتم قادره طبعا وعلاء يمكن كمان زهقنا منها. علاء الصبحيه عندك تبلش اي ساعه؟ الصبح. الصبح يعني الصبح بكير يعني فيك تكون مع ميري الصبح لانه عملت برنامج خاص للمشاهير اللي بفيقوا اللي بيوعوا بعد الظهر. ما هيك مزبوط. انا بسمعها دائما. بسمعها بتحسني قاعد كنت عم خبرها هلا من شوي دائما حتى بحاول اتصل فيها لصبح عليها كمان ما بيعلق الخط. طب شو مراسه معجبينك؟ الحمد لله الحمد لله عندي جمهور عريض لانه انا حدا كثير عفوي على بكره، حدا سامبل كثير يعني ما بتصنع. اذا بدي اضحك كنت طالع على بالي اضحك، اذا زعلانه بخبرهم، اذا نعسانه بقول لهم شرفكم اليوم ما تزعلوني نصني غافيه بعدني بالفرشه. ف والناس صار بدها هيك حدا. ميراي من امنياتك استضافه عدد كبير من الشخصيات. اسئله سريعه لو كانوا ضيوفك. اوكي. شو بيكون السؤال الاول؟ لو كانت السيده فيروز ضيفتك سؤال. يمكن اتلعثم ما عود اعرف احكي قد ما بحبها. بس أنا السؤال حدا سؤال هيك اكثر سؤال بعدنا عم بقول لها حرام تبطلي تغني وما تقعدي بالبيت، بطلب طلب ما مش سؤال. أوكي. حيكون سؤال بدي للشاعر سعيد عقل. لو هيدا غرامه سؤال. هيدا غرامه. بدي اقول له كيف محافظ على هالذاكره الفظيعه؟ على فكره سعيد عقل تخطى ال 100، 103 سنين عمره، يا ريت يعني كلنا بنحييه عبركم ومن خلالك رابعه لانه الله يطول بعمره. هالذاكره اللي محافظ عليها فظيعه، يعني بيعطيك تواريخ وارقام ولا ابن 20 حافظها. لو كانت نائب او نائبه جيلبرت زوين ضيفتك شو السؤال اللي بتسأله؟ زوينه سؤال يا ريت اسمع صوتها، ما بعرف انه شو بدي اسالها. بدي اقول لها ليه على طول اخذ يعني الدور الصامت؟ لانه المراه حلو تحكي تعبر عن رايها، فما بعرف ليه على طول متهمه انه ما بتحكي. فبدي اقول لها عبري عن رايك. تفعل اصلا اذا استضافتها ما بتعرفها ما تحكي. تفعل ها. وهلا نحن علاء ما بدنا اياك كثير تحكي الليله، احكينا ورح نحكي بدنا اياك تغني. سمعت اغنية جديدة يلا. يسلموا للي بغاروا يقبروني عينيك لجنوا لا يحتاروا انا عمري بايديك. يسلموا للي بغاروا يقبروني عينيك لجنوا لا يحتاروا انا عمري بايديك. ويبعت لهم عرض إذا رح شيلك من قلبي، إذا رح زيحك عن دربي عن دربي. ويبعت لك أسرى إيدي إذا لمست غيرك إيدي لمنك عني بعيدة. يا رب ما بضيع عنواني. يا رفيقة روحي انت يا عمري ونص التاني بجي مطرح ما كنت وما بضيع عنواني. ويبعث له مرض قلبي اذا رح شيلك من قلبي اذا رح زيحك عن دربي عن دربي. ويبعث لك اسرى ايدي اذا لمست غيرك ايدي لمنك عني بعيده لمنك عني بعيده. بيقولوا يا جماعه كل شيء حلو بياخذ وقته، ضيفتنا لتقدم لنا كل شيء حلو عم تاخذ وقتها، عم تمشي خطوه خطوه لتقدم الافضل والاجمل والارقى. سوا بنستقبل الممثله ديامون بوعبود.
من بعد ما فاجأت الكل بباب دريس وروبي ودخان بلانار، هل رح تفاجئ ديامونب وعبود المشاهدين بإدراتها الفنية بفيلم طالع نازل اللي صورته مؤخراً؟ ديامونب وعبود المقلة بالكلام والإطلالات الإعلامية، بأي أسرار رح تبوح الليلة؟ وين كنت؟ تلعب؟ شعراتك حلوين. ديامونب وعبود أهلا وسهلا فيك. مرسي. مبروك على كل النجاحات اللي عم تحققيها ديامونب. أنت هادي هيك يعني ومقلة بالكلام، أم بتخافي تقولي شيء كلمة وتنحسب عليك؟ لا غلط. مش هيك أبدا. يعني هيدا طبعي أنا هيك، بس إنه ممكن ما أكون هادي إذا في شيء بيستحق يعني. بس بتعصبي؟ ايه اكيد. يعني ممكن هلا زياد بيجرب يعصبك. تعصبي ديامو؟ يلا ديامو، كل الناس بتعرفك هلا كثير بدور شيرين. لو حدا لو ديامو صار مع اللي صار مع شيرين بمسلسل روبي، حدا اخذ لخطيبه، شو بتعمل ديامو وعبود؟ كنسلهم من حياته يعني. بس هو وياها؟ ايه مثل شيرين يعني. إيه؟ يعني كثير مطابق الدور لشخصيتك. يعني ما شو بدي اعمل يعني، بلغيهم من حياتي كانه خلاص وبلش عن جديد. بتقولي ما كنت متوقعه هالنجاح لروبي؟ ليه؟ مش ماني متوقعه انه بس كثير هالنجاح يعني فاجأ الكل بتصور، لانه كثير اخذ ضجه مش طبيعيه والناس كثير حابينه وكثير عم بتابعوه وكثير عم يحضروه، فهالشغله كثير حلوه. بخوف هالنجاح لانه كمان دياموند ميزتي بباب ادريس انت ونجح المسلسل. اكيد بخوف. لا حلو. لا حلو، بس بحملك مسؤولية لبعدين كمان. ديامو يمكن مش كتير ناس بيعرفوا انه حضرتك عاملة 15 مسرحية. مش حاسبتهم. تقريبا 15 مسرحية، وهلا عم تمثلي دراما. انت وين بتشوفي حالك اكتر، على المسرح ام بالدراما؟ هيك انا بعتبر المسرح هو الاساس يعني، هو يعني بتبلش منه يعني، هو بعلم يعني تستخدمي كل ادواتك كممثله بالمسرح وبتمرنيهم وبتشتغلي عليهم. لانه ما فيك تكوني بمطرح مثلا مش 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 لاقطه مش لاقطه اداتك مزبوط يعني. بس كيف منفسر ديامو انه 15 مسرحيه الناس مش كلها بتعرفك، لانه اللي بده يعرفك المفروض هو يكون بروح على المسرح يجي لعندك ليشوفك، وعملين او ثلاث اعمال بصير الانسان هالقد منتشر وهالقد مشهور، بفرحك ام بزعلك هالشيء كممثله مسرح؟ بفرحني لانه في انه انتشار، بس بزعلني على المسرح انه ليش المسرح ما فيها الجمهور يعني. ليه مش بثقافتنا نحن بنروح على المسرح وبنحضر مسرح مثلا؟ ما عندنا هالثقافه نحن بحياتنا يعني، ما عندنا اياها، فهذا بأسف عليه اكيد يعني، لانه مهم كثير المسرح بحياتنا انه نتابع ونشوف. طيب اسئله سريعه ديامو، شو السؤال اللي بتجاوبي عليه؟ شيء غريب نحن اخذنا هالشيء من عناوين اعمالك. مش شغلتي انا، هي بتطرح اسئله. ليه في غلب البلد؟ شيء غريب. لا مش غريب، لانه الاسئله هون والاجوبه هون. هيدا دخان بلا نار. هل صحيح انه رح تتجوزي قريبا؟ هذا دخان ديامون مع مليون دولار؟ هذا دخان بلا نار. هذا صيت غنى ولا صيت فقر؟ هذا صيت غنى ولا صيت فقر؟ طالع نازل. الاسانسور؟ اسانسور؟ طالع نازل. مزاجك اليوم؟ طالع، لا مش طالع نازل. بدنا يضلوا طالع المزاج. لأنه مع هالقعدة الحلوة، هالجلسة الحلوة وهالضيوف المهضومين، ورح نستقبل كمان ضيفي بعد شوي، أهضم وأهضم، حيضلوا مزاجك طالع. ما هيك؟ أكيد. المعروف عن اللبنانية أنهم بيتقنوا لغات، لغتين، ثلاثة، أربعة، بس ضيفتنا قررت تغني بسبع لغات. سوا منستقبل الفنانة ميكايلا. كيفك؟ ماشي الحال؟ كيفك؟ حبيت الخواتم مقدمين دغري هيك نظرك. اعطيني شو راح هيك اتسلى فيه يلا بهالحلقه. بحلم الليل ينام راسي عكتافك وعامن الاحلام. بتغني بسبع لغات وبالفن بتفضل المدروس اللي بالجيب على المشاريع الكبيره اللي بالغيب. ميكايلا ليه بتخاف من الشهرة وبترفض الأعمال التلفزيونية الجريئة؟
وإلى أي مدى فيها تصمد بين مغريات الفن الكتيرة. صامدون؟ الحمد لله. حتضلك صامدة قد ايه؟ كم سنة حتصمدي؟ تيهروا شعراتي على الآخر. اه والله؟ لا عبية بس. صحيح ميكايلا انه رفضت المشاركة بمسلسل تلفزيوني بطولة كرمال بدك تقدمي فيه او تضمن مشاهد وقبولات حميمة؟ ايه مش بس مسلسل. زعلتي انه انعرض عليك الدور؟ لا انعرض علي هو صراحة المخرج خاصة هذا الدور بس ترجع يطلب مني فبعت لي رسالة مع المدير الإعلامي تبع زكريا فحام اجا زكريا عم بأنه بتقبل تمثلي بهيك زكريا سكر على الموضوع باي حتى ما في مناقشة يعني حتى لو كانت المشاهد الحميمة بتخدم الدور بتخدم العمل يعني لا ما يعني انت ضد المشاهد الحميمه بالمطلق مش ضد بس انا ما فيني انا ما انت بقدر. زعلت انه فكر فيك حسيتي يعني اهانه لإلك هيدا الشيء لا مش اهانه بس انه انا ماني الشخص المناسب لإله ابدا يعني ولا انا حاعطي اللي هو بده اياه ولا هو حياتي انا بدي اياه فانا فرفضت لشو العمل يعني إيه؟ بتقولي انه منك يعني ما بتسعي ورا الشهره في حدا يعني تحت الضوء او بتقولي انه منك مهووسه بالنجوميه هيدا كلام منه مثال شوي لكن مني ما عندي اياها هوس انه لازم اوصل ويعني في ناس قد ما صار عندهم اياها هوس مستعدين كثير يتنازلوا تيوصلوا يعني انا ما وصلت حالي لهالمرحله ابدا انه مثل ما الله بيبعت لي باخذ ما بعت ثاني يوم بيبعت اذا عرفتي يعني شو ما وصلني بهيدا النهار باخذه ما وصلني ما بقتل حالي يعني لا بس بتحب تكوني نجمه يعني ما في حدا يعني ما بحب أكيد يكون اكيد بس على طريقتي يعني على الطريقه اللي انا رسمتها واللي ربيت عليها وعلى المبادئ اللي عندي اياها ومتشربتها يعني كنت زميله لقلنا قدمتي مره برنامج بتقولي انه سبب نجاحك انك ما التزمتي بقواعد التقديم شو هي قواعد التقديم تفضلي عدديها ست ميكايلا في واحد اثنين ثلاثة مثلا لما بتطلع فيك ايه وبرجع بقارن حالي انا بقول اوه شو كان بدي تصير مثلك يعني اوكي بس انت كمان اسلوبك هو اللي ميزك ايه صحيح يعني احيانا الخروج عن القواعد هو اللي بيميز عند المشاهد صحيح لانه تلخبط بالكلام قد ما بدك جوع بدي اكل قول بدي اكل على الهواء يسمي شوكولا بس هيدا شيء مهضوم سبع لغات هيدا بس هيدا حلو سبع لغات تلخبط بالكلام هيدا صعبه إيه لا عن جد لا في كنت تلخبط بالكلمات بالمره اوكي ميكايلا بما انك بتغني بكذا لغه بسبع لغات بتغني اوكي شو رايك هلا محل الاسئله القصيره تغني لنا باللغات اللي انت بدك اياهم اوكي مقاطع صغيره اوكي بالفرنسيه والميكرو حدك تفضلي اوكي معك ايه فيني اعطيك ال فيني اطلب ايدك عمال يا ما هلا بدي اتزوج متزوج وعندي ثلاث اولاد انا كنت فكرته ما بيرجع انا قلت ما راح يرجع انا على اساس انه انا زياد انا بشوفك هيك فبستحليهم قلت مشان نكون انا وياك نفس الجروب بشهوا نفس الجروب هلا علاء مزوج ليه هذا فيهم لإله لا في حدك على شمالك مثلا عفوا سوري هلا بكفي عباس اساسا عباس انه انت من انا هربان من الخاتم يعني انت لا مش هربان من الخاتم انا ما عرفت كيف رجعته صراحه سئلت هلا كلكم معش بدكم لا مقررين الحمد لله مقررين كثر خير الله بدهم ينجحوا انا شغلي حلوه بالحياه يعني لا بدهم ينجحوا بالحياه بدهم ينجحوا بالحياه ما بعرف هيك وقت بدك حدا يفهم على راسك هيدا المهم مش النجاح المهم انا بشجع على الزواج انا من المشجعين على الزواج ومن المشجعين على الغنى هلا تفضلي أوكي. كلنا سمع en français en français en français il joue avec mon cœur il triche avec ma vie il dit des mots menteurs et moi je crois tout ce qu'il me dit les chansons qui me chantent les rêves qu'il fait pour deux C'est comme les bons moments, ça fait du bien quand il pleut. Je me raconte des histoires, des scénarios chinois. C'est pas vrai, ces histoires, mais moi j'y crois. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et quand j'ai brillé dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Je suis
tout ce qu'il me dit. C'est moi, je crois, tout ce qu'il me dit. Oh oui, mon mec à moi. Ah ah. ما طلع من أغنية أنت بتختاريها غير اللغة الفرنسية غير إنجليزي و... أوكي شي غريب يعني شي غريب؟ إيه مش مثل العادي بندي بندي وهواري مولي يا مولي بندي بندي وهواري مولي يا مولي ليلي إيه بوكسرت قلي أنبر قولي هيدا أشوري أشوري حلو لغة ثالثة كمان على نفس الهيدا مثلا كل شيء بتغنيه ضروري عم تفهميه كمان يعني بتفهميهم للسبع لغات؟ ايه هلا هيدي الغنية اللي غنيتها هي غنية لضيعة بهيك سريانية او اشورية وبتحكي عن انه قديش بيجتمعوا سوا وبيرقصوا وبحبوها لضيعتهم يعني هيك فولكلور يعني بيدبكوا هيك انه اشورية ايه حاطين اسمها صغيرة عباس عمل معروف هيك بندي بندي يلا غنية كمان بلغة مطلع اغنية بلغة كمان انت بتختاريها اسبانيول اسبانيول Ayer conocí un cielo sin sol y un hombre sin dueño un santo en prisión una canción triste sin dueño la la he la he la la he Y ahora sí, tus ojos negros, la la he, la he, la la he. Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos. Yo le pido cielo, solo un deseo, tus ojos pueda vivir. He recorrido el charo entero, una cosa te vengo a decir. Mina al Bahrein y la Beirut, por este norte, este polo sur. Yo encontré ojos así como los que tienes tú. حلو علاء بالعربي بالفرنسي بالجزائري بركي بيعمل ديو هو وياها سوا ايه بس ما غنى جزائري مع انك انت بتحب تسمع منه الجزائري ما هيك عبد القادر عبد القادر بس قبل لحظه ميراي انت صوتك كثير حلو على الراديو شي مره فكرت ولا تغني ولا ابشع من هيك بالغنى ولا ابشع ولا ابشع يلا يلا حالي ولا لوحدي ولا واحدة من اثنين من زميلاتك يا ستي يا اختيار يا ستي الحارة حبيبي اللي بحبي ناطرني بالسيارة يا ذاتي يا اختيار يا زينة كل الحارة حبيبي اللي بحبه ناطرني بالسيارة حبوه بقدر خبلي وعيونه خلي تغلي بقدر ما نسيتها كرم 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 كرم
وبلاد الكتيرة لفيت 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 ولما بداني حب الأولاني سبت له جيت وجيت والحب ترميت غيرت كثير. هلا هيك ولعتوها بدنا نروح لاجواء ثانيه من الفن ونسمع صوت بيقولوا عن بعض الاصوات في اصوات مثقفه ما هيك عباس في صوت طبعاً مثقف طبعاً. في صوت غير مثقف هو من الاصوات المثقفه الراقيه اللي بتحترم هالنعمه الربانيه اللي عطاياها رب العالمين سوا بنستقبل الفنان عبد الله مريش أهلا حبيبي أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك أهلا فيك أستاذ عبد الله أنت خريج الجامعة الأنطونية صحيح قسم الغناء العربي الغناء الشرقي مدرسة الموسيقى قسم الغناء وشاركت ببرنامج غني مع غسان واختصاصك هو الغناء الموشحات يعني بغني الموشحات والقدود والألوان الطربية أغلبيتها يعني على كل حال شو السر بالساحل السوري؟ بطلع اصوات بتاخذ العقل شو السر يعني بتعرفي هي دائما مثل ما بيقولوا كل منطقه الى خصوصيه يعني حلب واللاذقيه وهذا بس بالعموم مثل ما في شيء اسمه الفولكلور اللبناني وبيضم الميجنة والعتابه والمعنى والشروقي والقريدي في عندنا بالنكهه مثلا اذا بدك تحكي على القدود الحلبيه كيف والموشحات الساحل السوري كمان في اصوات جميله جدا جدا ويمكن السر المي ما بعرف اذا المي هي مثل ما بنقول ببعلبك ما هيك على فكره يعني كيف المي عندنا يعني ببعلبك هون المصادفه يعني الساحل السوري بيطلع اصوات ورجال هلا وكمان بعلبك مع طبعا مع احترامي للكل كمان بتطلع اصوات ورجال انا العيرونه بتعمل رجال جنوب هو ارض الرجال والاصوات الله شيء حلو ليش شوف شو بيشكي وين ما تمشي خلص هيدي منطقتنا عم نوجه ميراي للسياسيين شايف نحن حنالة هون منطقتنا كلها كثير كبير الي اني تكون مع ضيوفك الكرام طبعا واكيد بحيي الاستاذ نحن بنتشرف فيك عبد الله شو بدنا نسمع هيك يعني قلت له لاستاذ زياد هيك بنبلش بشيء على بلا العود أول شيء من دون العود يلا خمرة الحب حي الزمان اللي جمعنا ببعضنا حي الزمان اللي جمعنا ببعضنا نبقى هون وما منترك جبلنا يا تراب الوطن أغلى من الدهاي يا أبوي يا أبوي أبوي يا أبوي يا 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 الله معك يا بي صامتة بالجنوب يلتحت سقفك عالوفا رميتنا مش كتير علي ترخص لقلوب منا وبما منبشرك يا بيتنا بيتي ما برضى يصيب بيتي أنا سلاحه ما بتركه للطيب ولا بعير مفتاحه
الهنا والعز ايامك والقصر منه قصر قدامك عالي وعصور الدنيا على بيتنا يا بيت صامت الجنوب الله معك يا بيت الله معك يا بيت صامت بالجنوب من تحت سقفك عالوفا ربيتنا ومش كتير علي ترخص لك قلوب ابن وما من تشرك يا بيتنا تحية للساحل السوري وللساحل اللبناني والجبل وكل الأراضي اللي بتطلع هالأصوات الحلوة. بس إنه أنا أكيد ما راح يطلع لي يعني هلا أنا عم أغني قدام الأستاذ علاء ويعني دائما السوري لما بيغني العتابة ما بيغني قد اللبناني. لا حبيبي اسلم صوتك بس صوتك أنت مختار تغني يعني لوديع الصافي طبعا مع حفظ الألقاب لصباح يعني كل الأصوات اللي عم تغني لها هي أصوات كمان لبنانية. صعبة صعبه يعني لانه نحن ربينا عليها يعني أيه؟ وانا ربيت بالبيت عندنا بي كان يسمع فريد وعبد الوهاب وام كلثوم وديع الصافي يعني انا بعتبر وديع الصافي هيدا العملاق الكبير يعني انا متشرب وبعتبره بي الروحي بالفن ما بعرف يعني ببكيني وبيخليني يعني انا لما بسمع صوت وديع بكل صراحه بشم ريحه لبنان ما بعرف بحسه الاب والاخ والام يعني صوت الوطن بتعرف كلنا عن جد عنا هالاحساس الله يطول بالك واكيد فيروز يعني بالرحابنا يعني ما بدنا نحكي هلا كثير يعني موضوع كثير طويل وما فينا نحكي عن الاستاذ الكبير وديع الصافي ما نحكي عن صباح بنعرف انه كمان بتغني لصباح هلا انا شو بدك تسمعنا على عيني نفسي هلا انا يمكن لما هيدا في غنيه ما لصباح فخري للسبوحه اسمع علي إيه اسمع علي يا علي من الالحان فريد الاطرش هيدا كنت بحب انيتني على العود اوكي نسمع منه معك يلا ايه رايحين بالطيارة؟ رايحين بالطيارة، مين بده يجي لعندي يسحب؟ تفضل استاذ عباس اسحب ما بتطلع بال ما بتغش بتعطيني ثلاث كروت لو سمحت واحد برافو عليك اثنين ثلاثة إذا ثلاثة رح ينسألوا وثلاثة رح يزمطوا من السؤال بس إذا بدي لمح لمح لكم الاسئله حتى اللي ما راح ينسالوا عن شو ممكن يكون المضمون او السؤال. استاذ عباس بما انه حضرتك اللي سحبت تلميح هو موضوعي او موجه. اوكي؟ علاء زلزلي عن المغامره والمقامره.
ديامو نجوم الدراما ميكايلا بين الطبيعي والمصطنع ميراي شو اعرف منافسك أو منافسك أي اوكي عبد الله ما بين الفن الاصيل والفن الغير اصيل اوكي اول سؤال هو لمين او البون مين بتعتقدوا ليديز فيرست ها ليديز فيرست تقلك هربوا لحظه لنشوف اذا ليه خلينا نبلش هلا لحظه الحضور نص بنص ثلاثه بتلاقي الحظوظ نص بالنص جاي اوكي ميري جاهزه الصبح يمكن ما عندك وقت تسمعي البرامج الإذاعية الأخرى مزبوط في ناس ببلشوا قبل إيه؟ وقت تسمعي تسمعي سنة نصر أم ريما نجام ولا حدا لأنه بهمني أسمع صلاة بكرة وبسمع عناوين الصحف لو صار لك تسمعي برنامج غير برنامجك وغير الصلاة افتراضي سؤال افتراضي يعني بعد الصلاة ميراي عم تجبروني ما في مهرب ميراي سنة نصر أو ريما بسمع نجام بسمع فيروز ولا واحدة من اثنين من زميلاتك؟ لا لا ليه؟ بحب هيك انا روق حالي على بكره، بحب روق اعصابي، بحب اسمع فيروز بوتروكي كثير سنة نصر وريما نجام لا بالعكس يعني. بالعكس بس انا بدي شحنه هيك ايجابيه على بكره، فيروز بتروقني سلبيين كثير ريما نجم وسنة نصر لا بالعكس على سلامتهم بس انا بسمع فيروز ديامون وعبود كيف تفسري انه اغلب اليوم اللي بتسند لهم ادوار البطوله بالدراما ما درسوا التمثيل؟ كيف تفسري هالشيء؟ ما بعرف عن جد ما عندك تفسير؟ ما اكيد تفسير. سالتي كثير لحالك ما طلعتي بولا جواب؟ لا بدي روح اكثر من هيك يعني لما ما بتستغربي انه اللي عم ياخذوا ادوار بطوله بلبنان تحديدا عرضات ازياء ملكه جمال مع احترامنا لهم ولموهبتهم ولكن مش دائما خريجات مسرح ايه بركي خريجات بركي خريجات المسرح بهمهم شيء ثاني بركي بفتشوا على شيء ثاني خريجات المسرح ليه ما بنقلبه ليه ما بنقلب السؤال ديامون الشكل قبل الموهبه ولا الموهبه قبل الشكل اليوم حسب بالواقع حسب المطلوب هلا ما فيك بقى ما في بقى ما بقى بيقدروا شكل بلا موهبه الى حد ما لانه خلص الناس منا غبيه الناس أوكي. بتعرف عرفتي اوكي ثالث سؤال هو لمين او الكون ميكايلا ليه تقلك انت تسال ولا عم بحكي انه عم بمشي انا برايي من جيرو لعباس لخيك عباس الصبايا علاء زلزلي متحدث لبق الصبايا متحدث لبق علاء زلزلي السؤال الثالث هو لعباس داهر يعني علاء زمطت ميكايلا زمطتي وعبد الله زمطت لا انا ما بنسال نحن هالقد السؤال هالقد السؤال صعب يا كلنا مع بعض او ما حدا هالقد السؤال صعب لا قول انت لك منه صعب حد رح احرق دولاب صراحه هلا شباب بدنا دولاب لو سمحتوا طلعي الطريق لعندي من باب الاحتياط اصلا كل لبناني لازم كل يوم يحرق دولاب نعم هيك على صحة السلامة لا زبالكي راح علي شيء ما كمد عباس داهر بتقول انه من دمشق هو برنامج موضوعي ما بتشوف انه البرنامج عم يخدم اليوم النظام بسوريا وهو برنامج موجه وغير موضوعي برنامج من دمشق هو برنامج سوري متاح للجميع وبصلب الموضوع انا تواصلت مع معارضين سوريين موجودين في سوريا موجودين في سوريا وشاركوا معي بالبرنامج ودائما بيشاركوا معي وفي ناس هن ما حبوا يشاركوا معارضين الداخل شاركوا معك معارضين الخارج لم يشاركوا معك لا ابدا ولا انا تواصلت معهم ايه معناتها مش كل الاراء موجوده عندك بالبرنامج انا بالنسبه لي انه لانه برنامجي من سوريا انا ما اعتمدت شكل البرنامج انا بغض النظر عن يعني جوهره ما اعتمدت على الاقمار الصناعيه وعلى اللينك المشاركه من برا اعتمدت بس على استوديو يعني انا ممكن يكون معي ثلاثه اربعه لاحظت يمكن انت او تلاحظ انه في سياسي او اجتماعي او فني أو, او 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 موجود في سوريا اهلا وسهلا هو للجميع صحيح بس انا ما شفت ولا ضيف معك عباس عم بيوجه سهامه للنظام السوري كل الضيوف معظمهم هن مع النظام السوري معظمهم بس انت ما شفتي كل الحلقات يعني
لا كان في حلقات. طب هيدا اللي بدي اسمعه منك. لا كان في حلقات. انا يمكن انا بدعي انه بسوريا ببرنامج له علاقه بسوريا يمكن انا برنامج الاكثر برنامج في حريه في انتقادات في انتقادات للاصلاح وغير الاصلاح طبعاً. بس هن مطالبين باسقاط النظام أنا او قلت لك انا رموز المعارضه السوريه رموز المعارضه السوريه في سوريا بالداخل شاركوا معي ومن لم يشارك هو لم يقبل المشاركه ما يقبل لم يقبل لم يقبل المشاركه ايه لانه هو اساسا ما عم يشارك ولا برنامج مش بس معي أوكي. لم يقبل هو لانه هيدي كان صعب السؤال ويمكن يكون في عندنا تقصير ان شاء الله بنعوضه بالايام المقبله ان شاء الله يكون لا توقعوا سؤال غرامي فكرت سؤال غرامي ما بنجاوب عنه سؤال بدك اسالك سؤال غرامي خلص وصل اسالي اسالي علاء المصير بده ينسال لا انا مثل بدك يعني انا مش مش عم بجبر حدا يعني اذا بدكم لا نحن بنصر انه نسمع منك الاحلى الله يخليك والمغنى احلى هيك طبعا كلامك جميل علاء بس كمان المغنى حلو يلا يا ريت هون هيك فينا نعمل لك شيء فيك تعمل مين قال لك لا فيك تعمل اللي بدك اياه بلش احنا والشباب ليت L'amour, 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 ما تردي للزيارة زعلانة انتي علينا ما تردي للزيارة زعلانة انتي علينا ما تردي للزيارة زعلانة انتي علينا ما تردي عليك امور 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 يا طير يا طاير دربك حبب الله هاتي البشاير وامشي بدرب الله يا طير يا طاير ودربك حبب الله هاتي البشاير وامشي بأرض الله ويا طير يا طاير ودربك حبب الله يا طير يا طاير ودربك حبب الله عليك كيزي كينو سيطنا لك راجو كيزي كيزي وكنا كينو سيدنا لك راجو كيزي كيزي وكنا كينو سيدنا لك راجو وشلون أنا من الليل وانت على بالي حتى السمك بالماي يبكي على حالي وشلون أنا من الليل وانت على بالي حتى السمك بالماي يبكي على حالي ويا طير يا طاير دربك حبب الله يا طير يا طاير دربك حبب الله يا طير يا طاير دربك حبب الله هاتي البشاير وامشي بأرض الله يا طير يا طاير ودربك حبب الله يا طير يا طاير دربك حبب يقطع طرقات بدي وراك وراك مش عايش بلاك مش ناسي هواك والله زلزال قلبي زلزال من يوم الشف
اللي موت من القهر ولا غيري يسكن قلبك ولي زلزل قلبك زلزل من يوم شفتك وانا وان ما بتخوني ايديك لعلنا حرب علينا حرب الدالتين. سلم هاتم ما بكفينا حروب بدك تعلن كمان حرب. يا ريت كل الحروب مثل هاي كان الحرب. بالاول يبلش كان بالاول يبلش الدللي على زلزلي هلا صار زلزلي دغري زلزلي وحرب ولي بس مش ولي بجنوبي ولي ولي بجنوبي كتير كنت عم تثني على صوت عبد الله هيك بالبيت بسم الله يبارك صوته كتير رائع وحلو وعن جد موهبه يعني ان شاء الله هيك مستقبله كتير حلو الله يوفقك يا عبد الله قبل ما تغادرنا بدنا نسمع شيء منك هيك لانه حقيقه ما بينشبع من صوتك بس بنعرف انه عندك ارتباطات وبعرف انه هلا كمان عندك جولات بالمغرب وغير دول وعم تحضر لاعمال جديده نحن مواكبينك ومتابعينك وكلنا سمع لك تفضل الله يخليك طول عمرك لو نويت تنسى اللي فات واللي كان والذكريات لو نويت تنسى اللي فات واللي كان والذكريات وانه غيري خد مكاني وانه قلبك مش عشاني ليه تجرحني بكلامك طب ما تهجر من زوجك قالوا الناس انك بيعني يا ما قالوا الناس عليك قالوا الناس انك بيعني يا ما قالوا الناس عليك قلت شاري ليه تبعني قلت شاري تسيب وبعني زاد كلامهم حب إلي قالوا الناس إنك بيعني يا ما قالوا الناس علي قالوا الناس إنك بيعني يا ما قالوا الناس علي قلت شاري ليه تباني قلت شاري ليه تباني زاد كلامهم حب إلي بتستكتر عليا ان اعيش الذكريات حرم عليك ارحم شوية فيا تجريح الارض ما بلاش تشمت غيري فيا بلاش تلومني عاللي فات ما بلاش تشمت غيري فيا بلاش تدمي يا عليفه انه غيري بدنا مكاني وانه قلبك مش عشاني انه غيري خد مكاني انه قلبك مش عشاني لا تجرحني بكلامك طب ما تقول من لما بدا وعدي ويا
بدلوا بدلنا استاذ عبد الله بشكرك كثير 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 انك نورتنا الليله بهالبرنامج ونحن يعني هيك اصوات بتضيف للبرنامج شكرا لك وموفق الله يخليكي انا كمان شرف لي اكون معكم اليوم اهلا وسهلا فيك دايما مع السلامه شكرا ميرسي ثانك يو مين بيعرف عصفور تعرفت عليه على باب الاسانسير كلنا تعرفنا عليه كلكم تعرفتوا عليه وبتعرفوا طبعا من البرنامج وكثير ناس بتعرفه وبتنطروا لعصفور سوا بنستقبل عصفور مساء الخير مساء الخير مساء النور يا هلا مهدوح بدال يدفعك تمام شكلك جاي لعندي مباشرة هيدي وزعها بمعرفتك انت مثل ما بدك فصل ووزع شو هيدي للصيد؟ هي للصيد شكلها اصطاد ووزع مثل ما بدك بتصيد؟ هيدا كف معلم خمس اصابع شو زيادة شكلها؟ اكرامك كانت واجب هيدي السيد هو عصفور ديك سامع بشغلة منيحة اسمها حمامة بيضا رفت رفت فوق راسها حياتي هيدي بدلة شي شغل مطلع وزع مثل عصة النحلة يلا بما انك هالقد عم تضحكي ميراي سمعينا شو قصة هيدا انا كنت جهلانة انا وصغيرة جهلت على الاكسسوار انا وصغيرة فبيت عمي ساكنين حد البردونة بزحلة وانا صغيرة ما كان عندي حلق بديناية ماشي مع امي وعجقه وطجي وليله سبت شفت واحد عم ببيع حلق قلت لها ماما بدي حط حلق قالت لي هلا وين بدي احط لك حلق فصرت ابكي انه بدي حلق فهم علي غمزته مرت عمي انه يا حرام عم تبكي بدها حلق راح جاب مقدح قال لي برمي دينتك عمو فمن وقتها عمل لي عقده بايد كذا سنه خاف من المقدح وطولت لعملت بس رجعت عوضت ثلاثه بثلاثه عوضت على الاخر يعني ثلاثه بثلاثه ايه فبس عمل لي عقده منه بس ايه ودغري فهم انه قال لك زياده عقبال ال 100 ان شاء الله مش انت لا لا ميكايلا ببدايات الفنية المتواضعة من كذا سنة لورا صار عندي حفلة يعني وهذه الحفلة بأحد المطاعم ببيروت يلي بيفتح سقفها بالصيف عم غني وهيك وتاري فاتحين لإزاز جديد وبتعرفي بالربيع كان في حمامات ويمامات عشعشوا وعملوا بيوت وجابوا أولاد وكذا وفتحوا السقف جاي حمامة هيك عفتت الشعبيتها ما لقته نزلت بالشعرات أنا عم بغني مثلا He feels my heart شفت حمامة أولو 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 اجت على الشنيو وحدة عم تتعشى وتكمشت بشعرها ساعتها أولو وهديك ماسكة شوكة شعر هيك تصرخ فانا وصار كل المطعم انه شو هالحمامه منين اجت وانت ضليتك عم تغني لا هي فيز ما حمامه بيضا ورفت رفت فوق دغري خدت شو كانت رائعه عباس الواحد من المهنه ببلش هيدي انيت المي هلا الشباب احد النواب مش بهذه الدوره بالدوره الماضيه فكان معصب بتوك شو طلع معي بتوك شو كان معصب بده ينزل على لائحه احد الزعماء السياسيين هو شوي هيك عنده طيب يعني عنده ردة فعل كان عم يخبط على الطاولة بدي انزل انا بهذه اللائحة اذا انا ما بنزل لا واذا انا ما بنزل بدي اقطع طرقات بدي ولع دواليب بده وحياتك هيك جماعتي هلا كان خلال الحلقة بعد ساعة ساعتين عم تتشكل اللوائح فمعصب هو يعطش على الهواء فطالعين انا وياه فيعمل لي على طول الوقت بالمقابلة يعمل لي هيك انه ما يقول لي انه بده ماي وهي الكاميرا قدام يعمل لي هيك انا صرت اضحك يقول لي المخرج عم يضحك المخرج عم يقول لي يلا هلا بنجيب له مي هلا بنجيب له قلت له يلا هلا بنجيب لك مي غير يعمل لي هيك طول الحلقه فجابوا له حد الطاوله انينت مي وكبايه يعني من ورا الكاميرا مان عطاياها من ورا حد الطاوله الاستوديو فمسك هيك عم يحكي مسك هيك شاف القنينه والكبايه وحاطين له مي مسك الكبايه ومسك القنينه حطهم هيك على الطاوله قال لي انا من الشعب وانا ما بشرب من الكبايه، انا الكبايه ما بشرب فيها، انا بشرب مثل الشعب من القنينه،
ما تعلق لنينة شرب مي والله شو هالتواضع يعني ديامون ايه هدول انا وصغيره يمكن بشي صف الاونسيام كان عندنا معلمة العربي كنت كثير خاف منها ما كثير شارك بالصف فنهار بتجي تسالنا مين بيعرف يعد اسامي الاصابع فانا بلا ما انتبه بلا ما افكر دغري وقفت وبكل حماس وكل ثقه رفعت ايدي فقالت لي تفضلي وقفت هيك بكل ثقه هيدا عمي ابو حاتم هيدا لبس الخاتم هيدا فاكلت عايطه ما بتفهم يعني ما بنساها طب هيك كانوا يعلمونا اهلنا ما هيك وانا هلا بعلم اولادي نفس الشيء علا انا هيدي انا مثل الجاكيت الصيد بتكون حكايه هيك مهضومه مره كنت عم بتصيد فطلعت هيك بالزيتون بين الزيتون يعني ثابت كان في وقتها حواج زيتون وهيك فلقيت مره ختياره كبيره كثير بالعمر وقاعده عم لحالها يا حرام عم تشيلها الاكياس وتشيلها الزيتون وتنقل ومش قادره توقف قلت لها تفضل ارتاحي يمي قاعد ارتاحي انا بساعدك بين لحالك ليه قالت لي ما اولادي مسافرين وصارت هيك قلت لها طيب خلص مش ما تبكيش هلا قعدي انت وانا بساعدك صرت ساعدها انا قالت لي انت من وين؟ قلت لها انا من هون من دير قانون ابن مين؟ انا ابن احمد زلزلي قامت قالت لي طوبر قلبي ايه اهلا وسهلا فيك يا حبيبي عود شرفتنا يا عمري عود الله يخليك ويطول بعمرك شو بتشتغل يا طوبرني؟ قلت لها انا فنان يا حجي قالت لي ايه يا عمري الشغل مش عيب يا حبيبي صفنت انا هيك فيها قلت لا حجي يمكن فهمتيني ايش عليه الشغل مش عيب قلت لها لا حجي يمكن فهمتيني غلط انا فنان بغني مشهور يعني مال العالم قالت لي ايش شو مكاني تقبرني المهم تعتزش حدي حلوه وفي خبريه ثانيه علاء مره كنت بدك تغني بحفله ومفروض كل واحد يقدم بطاقه لا عم غني بعرس بعرس اوكي عندي عرس بمنتزه كبير ففايت انا وفي شاب يعني معه الكيس البدله وانا فايت قدامه هيك في واحد ختيار قاعد هيك على الباب قال لي لوين؟ طلعت فيه قلت له لجوا قال لي معك بطاقه صفنت هيك انا قلت له لا قال لي فيش معك بطاقه اطلع لبر قلت له ايه بس انا بدي فوت لجوا غني قال لي بفهمش معك بطاقه بتفوت ما فيش معك خليك برا قلت له ايه بس يا حاج بدي لك شغله انا جاي جايبيني لغني بال قال لي بفهمش اصحاب العرس قالوا لي اللي معه بطاقه بفوت مش معه بضل برا حلوه حلوه تحيه لاهل جنوب تحيه لكم ونحن حريصين انه نختم الحلقه معك لانه المشاهدين اكيد بحبوا يسمعوك كيف ما عبالك تختمها ختمها الاختمة بشي جديد هلا انا يلا هيدا سكوب لحظة سكوب لقلنا سكوب لقلنا خاصة خاصة مع رابعة أول مرة أول مرة نغني بنية قالت بنية قالت أحبك أنا بس عندي سبع أخوات قلت لأخوتك بشر بس أنا ست جوعان قالت بيت الأهل متعلي بالحيطان قلت لها نطير بسما أنزل وقت ما كان قالت بيت انقفل سلاسل ويحرسوا سجان قلت لها ليفتح قلب ما تمنع الحيطان قالت انا ابويا يقرب للريس فلان قلت لها انا ابويا فقير بس ابنه فنان قالت ابوي عربي ويذبحك بالسكين قلت لها والله خلي بيوتكم باروت واخدك غصب عن اهلك وخلي كل الناس تشوف وهانك يقولوا ريت الجرى ما كان والله عشقت الصبية وصبية والله حلوة هادي البنت الحورية جابت لي قلبي بلوى والله عشقت الصبية صبية والله حلوة هذه البنت الحورية جابت لي قلبي بلوى لا 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 لا
يستاهل روحي وقلبي، يستاهل نور عليا، يستاهل روحي وقلبي، يستاهل نور عليا، يستاهل روحي وقلبي، يستاهل نور عليا، والله ما كمل دربي الا وايده بايديا. ولا لا 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 وحب اللي يكرهوها، محب اللي يحبوها وحب اللي يكرهوها، والله نغيري عطيوها نرمي التراب عليا. ولا لا 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 لا. والله عشقت الصبية، صبية والله حلوة، والله عشقت الصبية، صبية والله حلوة، وهذه البنت الحورية جابت لي قلبي بلوان.